البيرمننت ماجنت اكشوالي هو اللي في الاخر بيعمل لي الاوبن ماجنتس اللي احنا شفناها في اول صوره خالص. ده بيبقى له كذا شكل الحقيقه، والميزه بتاعه طبعا هو بيبقى اوبن. العيب بتاعه الاساسي ان احنا ما نقدرش ان احنا نطلع بيه الماجنتيك فيلد يبقى عالي. يعني الحاجه المعتاده مثلا في البيرمننت ماجنتس ان هو يبقى مثلا 0.3 تسلا، يعني ما شفناش حاجات اكتر من كده بكتير. يعني لو حد قال انه عنده 0.5 تسلا بيرمننت ماجنت يبقى حاجه ضخمه جدا، حاجه كبيره جدا. طبعا ده بيتبني في مكان الـ في مكان الـ الـ المكنه، في المكان اللي هو يتحط فيه المكنه، وغالبا بيبقى فيري هيفي. يعني نتيجه ان احنا بنكون الكلام ده عباره عن حاجات كلها فيرو ماجنتيك ماتيريال، وبعد كده بنعمل لها ماجنتايزيشن، فبتفضل ماجنتايز، مش محتاجه بعد كده اي صيانه غير حاجات مينيمال خالص. اوكي، فطبعا هي فيها ميزه ان ملهاش اوبريتنج كوست، بس في نفس الوقت اتس فيري هيفي، ما ينفعش نحطها في ادوار عليا، لازم تحط تحت خالص. وفي نفس الوقت بيبقى برضو الماجنتيك فيلد بتاعها بيبقى قليل، وفي نفس الوقت برضو الهوموجينيتي بتاعت الفيلد نفسها، ودي حاجه مهمه جدا، ما بتبقاش فيري فيري هاي، بتبقى بنتكلم مثلا على حاجات في رينج بتبقى اكبر بكتير جدا من الحاجات اللي هنشوفها في الريزيستيف وفي الفيرو ماجنتيك.